مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وبرنامج مبدع رحله الابداع. هذا اليوم مع المبدع عبد الباسط سلمان، الدكتور في كليه الاعلام بجامعه بغداد، فرافقونا. اهلا وسهلا بك في رحله الابداع. يا اهلا وسهلا. نعم، في البدايه دكتور نود ان تحدثنا عن بطاقتك الشخصيه. عبد الباسط سلمان، مواليد بغداد 1969. اكملت الدراسه الابتدائيه والمتوسطه والاعداديه في بغداد. نعم. في كنف عائلتي والدي الله يرحمه كان مهتم بالعلم والادب والفن. والدتي كانت امراه متدينه جدا وتحب الادب والفن، وساعدتني وحفزتني على العلم. ومن ثم أقبلت البكالوريوس بعد ما انتقلت من كلية الآداب قسم الإعلام لرغبة جامحة في الفن، انتقلت إلى قسم السينما في كلية الفنون الجميلة. أقبلت البكالوريوس ومن ثم الماجستير، والحمد لله أقبلت الدكتوراه، والآن أستاذ في كلية إعلام جامعة بغداد ومخرج سينمائي، يعني حسب الوقت اللي يسمح أن ما يضايق التعليم والتدريس. نعم دكتور، هل تعتقدون أن الموهبة فن أم ممارسة؟ حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يهب الإنسان مواهب، لكن هذه المواهب تبقى خاملة إذا ما كانت هناك محفزات. هذه المحفزات حقيقة لا تنبع من العدم، يعني بحاجة إلى من يصقلها، بحاجة إلى أن تتوفر مناخات لأن تتطور هذه الموهبة ومن ثم تتبلور حتى تحقق نتائج ويكون لها ناتج وثمار. أنا حقيقة عشت بيئة، يعني والدي ووالدتي وأخوي الله يرحمه عبد الخالق أيضا كان دائما يحفزني على الفن، يعني علمني الخط من أنا صغير، كان يأخذني معاه للسينما وأنا كنت طالب صف ثاني ابتدائي، لحد ما أنا كبرت صرت بالمتوسطة بديت أنا أدخل للسينما. كل أسبوع كنت أجمع، كانت تعطيني درهم يومية، أجمع هذا الدرهم خليه يصير 300 فلس، أروح بالباص، الباص هم أيضا 25 فلس يعني محسوبة، وتذكرة مالت السينما 250 فلس، السينما 700 فلس. فلذلك يعني هاي العائلة، يعني أنا أشعر أنه كانت مفرط لي مناخ للفن للأدب. كان عندنا مكتبة بسيطة، أخويا الدكتور عبد الواحد كان أيضا يحفزني دائما يشجعني على الأمور العلمية، كان يشتري لي شطرنج. نعم. علمني الشطرنج وبديت أنا أغلبه، بدل ما نعم. كان هو قوي أنا تعلمت الشطرنج بديت أنا أصير أقوى من عنده وأغلبه، وغلبت أيضا ابن خالي اللي هو الآن دكتوراه فيزياء، واحد أيضا من العلماء، يعني رحت العقر دار بيته من الطرائف. يعني حياة حلوة عشت، يعني عائلتي اهتمت بي كثير والحمد لله قدرت أن أتواصل، يعني أوصل لهذه المرحلة. نعم سأل، أكيد عاصرت كثير من الأساتذة والشخصيات الهامة، من هم اللي لهم أثر كبير في مسيرتك الإبداعية؟ والله أساتذة أجلاء كثيرون حقيقة، أصحاب فضل، دكتور طه الهاشمي في كلية الفنون الجميلة، دكتور مالك المطلبي هذا العملاق الجبار، فيصل ياسري المخرج العملاق، فاروق القيسي، كارلا هارتيون، طارق الهاشمي، يعني أسماء كثيرة، صباح الرحيمة أيضا احتكيت به هذا المخرج، زملائي في التلفزيون اللي كانوا مواكبين وياي في مصر، محمد خان المخرج هذا السينمائي، عمر خيرة الموسيقار هذا العظيم، دكتور مختار يونس من مصر في معهد السينما، يعني حقيقة أساتذة كثيرون، دكتور صباح الموسى والكريم السوداني الآن مدير شبكة الإعلام، أيضا أشرف على الماجستير، يعني كثير من الناس، هاشم النحاس، يعني تأثرت بهم ومن ثم حتى حاولت أن أقلد في بعض الأعمال.
حاولت انه اتواصل مع مخرجين اكبر عالميين كفرانسيس فورد كابولا، ستيفن سبيلبرغ، جورج لوكاس، جون لاينز، يعني حاولت من ذولا. لذلك لو تلاحظ الكتب اللي انا اكتب بها دائما يعني استعرض بامثله واستشهد باستشهادات عالميه اكثر مما هي محليه. نعم دكتور يعني بالصغر هل كنت تعتقد ان انك قادر على العطاء او اضافه الشيء الجديد للاعلام او للمسيره الاعلاميه العراقيه، وماذا اضفت؟ والله من انا كنت طفل انا كان عندي حلم انه يعني احقق شيء اعلامي سينمائي. انا كنت ايضا رياضي، بس الرياضه ما توقعت في يوم من الايام راح ممكن تعبر عن خلجات عبد الباسط، افكاره، توجهاته. لذلك من انا صغير كنت دائما احب السينما، تاثرت بفرانكو نيرو، هذا روجر مور، شون كونري، ممثلين عمالقة، كنت أحاول أتابع أخبارهم، نجوم السينما، ذول المخرجين. فلما ما دخلت المعترك السينمائي وجدت يعني حقيقة العراق، لأنه بحكم أنه حروب الإسرائيلية والحصار والظروف السياسية ما خلتني أقدر أتواصل بشكل علمي وبشكل حاسم، يعني ظليت اراوح بالكلية الفنون الجميله اللي هي ما بها لا مختبرات ولا بها استديوهات عملاقه. ثم انتقلت الى مصر، حاولت من مصر انه انطلق، لكن ظروف حقيقه والوضع والحرب والاحتلال الاخير ايضا حالت، والمشاريع مستمره. ومع ذلك يعني مع احلامي الصغيره، مع ما كنت انا طفل، استطعت ان احقق بعض الاحلام، لكن الاحلام الحقيقيه لا تزال هي في بالي وان شاء الله انفذها، ولو نفذت جزء من عدها واعمالي وكتاباتي افلامي، بس لا تزال احلام الطفوله لم تتحقق حتى اليوم. دكتور انت قلت في بدايه كلامك ان مسيرتك بدات في كليه الفنون الجميله ثم انتقلت الى كليه الاعلام او الاعلام العراقي. نعم. حدثنا عن هذه المرحله في كليه الاعلام او كليه الفنون الجميله. والله انا اول محاضره القيتها بشكل يعني احترافي في قسم الاعلام، دز علي دكتور نزار الحديثي، كان مادة السيناريو درسها الأستاذ فيصل ياسري، بس الأستاذ فيصل ياسري صار مدير عام وأنا كنت طالب دكتوراه، فجيت درست مادة السيناريو. مني جيت درست مادة السيناريو كان دكتور هادي الهيتي وكان دكتور مظفر مندوب وأساتذة عمالقة، شافوا أنه أنا قدرت أحقق فشي القسم ما كان يحققه سابقا، يعني يمكن استثناء فيصل ياسري قدر يحققه، لأن مادة شوية معقدة السيناريو، كنت تعرفون كمتخصصين. فاستطعت ان اواكبها. انا ملاكي كان على كليه الفنون، كملت الدكتوراه تمسكت بي دكتور صباح واستاذ جليل، استاذ جليل ابراهيم تمسك بي، عيني بالقسم، قال انا اريدك يمي دكتور رعد، العميد الكليه فاضل خليل، مرسل الزيدي، دكتور حافظ عبود، الان دكتور عقيل مهدي، كلهم كانوا يريدوني. لكن سرقتني كليه الاعلام، جاب لي دكتور مظفر مندوب، يعني ما اعرف شلون اقنعني وخلاني انتقل لكليه الاعلام. لكن انا حقيقه يعني هسه وبعد الاشتياق كبير، يعني استنشق يعني هذا الزيت مال اللوحات التشكيليه ماكل الالوان الزيتيه من اشتمها احس عبق، الافلام هذا اروح اشوف الرولات السينما، يعني الاستديوهات مال كليه الاعلام، قسم التصميم اللي درست فيه اشتاق له اشتياق كبير، يعني رغم انه كليتي هذا وهذا الاستوديو انا سويته والقاعه الدراسيه وقدرت اخلق انقل بعض افكاري من برا او هذا، بس بقى يعني شلون حبي وشلون ولائي، هو طبعا للعلم اولا واخيرا، بس ما اعرف يعني صار كونفرجنس مثل ما يقول اندماج ما بين الاعلام، وتدري انا اختصاصي سينما وتلفزيون واذاعه وتلفزيون، يعني هو ايضا اعلام، بس استطاعت حقيقه ان تخطفني كليه الاعلام بفضل اساتذتها الكبار. نعم استاذ، لديكم مساهمات ومشاركات دوليه على مستوى العالم طبعا، حصلتم على كثير من الجوائز. نعم. ماذا استفدتم في هذه المؤتمرات وما الذي اضفته للاعلام المحلي؟ حقيقه انا شاركت بافلام سينمائيه على مستوى مهرجانات دوليه، تمكنت من خلال هذه المهرجانات ان اوصل صوت العراق، بيمكن افلام فيلم كرتون قصير طوله 9 دقائق، مهرجان برشلونه، مهرجان كامبريدج في بريطانيا، عرض في المانيا، عرض في عده دول، استطعت ان اوصل صوت العراق، عرفوا انه اكو ازمه، يعني حقيقه ازمه حقيقيه في العراق هي الحروب، انه هذا الشعب العملاق، هذا الشعب الجبار، هذا اصحاب الحضارات والتاريخ المشرف، يعني ما شاف راحه. الحروب هي يعني اهلكت كل ابداعاته، ما انطته مجال ان يعبر. فكان هذا الفيلم حقيقه
متعاطفين مع كل دول العالم. تدري هاي لغة الكارتون مو لغة سهلة، يعني لغة عالمية، مو أي شخص قادر، يعني بمثابة المفاعل النووي تكاد تكون، مو أي دولة تقدر تصنع كارتون. اهتموا باهتمام، حتى البعض منهم شكك أنه مثل هذا العمل يكون بالعراق، يعني العراق ما قادر أن يسوي مثل هذا الفيلم، ذاك البوستر مالته. من جبت لهم البي سي الحاسبة والداتا والهذا، اتأكدوا من العراق وتعجبوا به، تعجبوا وحقق عالمية على مستوى. أيضا كتبي، عندي كتابين الآن يدرسن في جامعات أوروبية الآن بالإنترنت، إذا تدخل على الإنترنت راح تلقى سحر الإخراج، سحر التصوير والإخراج بالسيناريو، يدرسن في جامعة أوروبية، هاي أيضا حققت شهرة عالمية، وأحمد الله وشكره، هذا كله فضل من رب العالمين. أستاذ، ذكرت تغيير الحروب والتغيير الأنظمة والسياسات، ماذا أثرت على الإعلام العراقي؟ طبعا الحروب انهكت الاعلام، انهكت الفن السينمائي. الاعلام هو ليس فقط اخبار او مقاله او عمود صحفي، الاعلام تلفزيون، سينما، انتاج، هذا كله حقيقه بحكم السياسه والحماقات السياسيه ايضا كان دور كبير بترديها. يعني احنا في العراق اللي بالستينات كنا ننتج افلام يعني مثل سعيد افندي او بصره الدعش او من المسؤول، تخيل احنا بالتسعينات ولا اي فيلم ننتج، يعني يفترض كان احنا هاي الافلام نوازيها. صالات العرض تأخرت، شركات الانتاج السينمائي تعطلت، امور كثيره، ولحد هذا اليوم احنا متاخرين بالسينما بسبب ما يعني افرزت عنا هذه التبعيات الخاصه بالحصار والاحتلال ومشاكل السياسه. الحركات الأمامكم، المايكروفون، توزيع شلون هم يجوي نصب الإنارة، شلون يتحركون، شلون هم كتيم، هذا بحد ذاته ترى ما تتحقق لكم. إخوان، أنا أولا ممتن لحضوركم هذا الشيء، وأنا اعتزازا بكم أريد أتوثق وياكم. هم اقترحوا علي أنه يكونون، وبناء على طلب من القسم من دكتور حسين الموسوي سوينا هاي الدراسات العليا واختارينا مجموعة من الطلبة حتى نتوثق تاريخيا. ما نعرف باكر عقبه يجي واحد لربما يقول لكم انتم ما انتم، هذا خلتكم التاريخ الان، انتم كنتوا في هاي المحاضرات، فهي دعم لكم وبالنسبه للقسم ايضا دعم. راح تكون محاضره استعراضيه لنستعرض فيها كليتنا تقنياتها، نقول للعالم ان اكو كليه اعلام، اكو ناس مبدعين، اكو ناس يدرسون، اكو عندهم تكنولوجيا، اكو امور عديده يفهموها، اكو نانو تكنولوجي مثل ما درسوه بالدكتوراه والماجستير، اكو الهولوجرام، اكو مسائل حديثه اريد نتواصل ويا العالم. هاي المفردات احنا لربما ما نفهمها بشكلها الحقيقي كمجتمع عراقي ككل بحكم انه تاخرنا بحكم الحصار والاوضاع السياسيه، لكن برا ينتبهوا لها. القناه اللي راح تبث هذا البرنامج هي قناه عالميه، يعني ممكن تشوفها على قناه على الهوتبيرد، ممكن تشوفها على النالسات، ممكن تشوفها على اعتقد سيريس، مجموعه من الاقمار الصناعيه راح تعرضها. بالتالي احنا راح نستعرض للعالم، ما نقول لكم عضلاتنا الاعلاميه، بس على الاقل نقول لهم احنا ترى متواصلين ويا العالم، متواصلين، احنا ما متاخرين، ما متخلفين عن العالم كما يظن البعض، او مثل الصحف والمجلات اللي نقرا بيها. احنا نحكي بيناتنا، اي نقول احنا صحيح كعراقيين بيت، بس ما نقبل واحد غيرنا يعطينا شيء، لذلك احنا جبنا هذا الشيء. شوفوا اخوان، يعني في بعض الاحيان انت تضطر تلبس اشياء مو تخليه كما هو. احنا لاحظنا بعض البرامج للقوات المسلحه ذاك اليوم بالصدفه طلعوا اعلان، والله العظيم التقنيات اللي يحملوها، شفت هذول الشرطه والتجهيزات والملابس وهذه الخوذ، صدقوني نفسها انا شفتها في فرنسا في احدى البرامج الفرنسيه، بس ما عرفنا شلون احنا نظهرها للعالم ونقول عندنا قوه عسكريه منتظمه بهذا. احنا هاي المسائل لازم نتعلمها، شلون نرتب؟ يعني ما نجيب على لاهيته، زميلكم المخرج قبل شويه اجى على مساله بسيطه، هاي الرباط، هاي المساله البسيطه ترى ممكن تتلف كل اللقطه، يعني ممكن اكو لقطه من اللقطات يطلع رئيس وزراء او يطلع وزير ماليه او وهو مثلا دا يفرك بخشمه يختار هاي اللقطه، او مثلا هو دا ياكل، تعطي فد انطباع اخر عند المتلقي غير الانطباع. تلاحظون هاي المسائل، هاي مسائل رغم صغرها بس هي تعد مهمه جدا وبالغه الاهميه بعملنا الاعلامي. يعني احنا مو فقط ندرس هاي نظريات الاعلام وندرس، لا نظر يعني نفكر انه شنو المتلقي اللي يريده، شلون نقنعه،
البارحة طلعوا تقرير أنا أعتبره تقرير ذكي جدا على القناة العراقية، طلعوا تقرير هو يشكون عن العمالة البنغلاديش في أحد الفنادق، بس هو سوى المخرج بعد الذكاء اللي عنده استعرض فندق وكأنه فندق شيراتون، فندق كبير جدا، بين لك من خلال هذا الفندق أنه العراق بفنادق راقية، استعرض لك بهذا التقرير شو استعرض؟ استعرض لك أنه الحياة آمنة، أنه أكو عندنا يجون من خارج العراق يشتغلون في هذا البلد، لعد هذا جد راقي. بنفس الوقت هو طلع شكوى أنه هاي المسألة لربما تخلق بطالة، زين؟ لأن احنا عندنا هواي أيدي عاملة الآن دون عمل. شوف هذا التقرير شقد إلى أبعاده، احنا لازم نفكر في هاي المسألة. ذاك اليوم تقرير آخر عجبني، حصان هائج يقتل مواطنين في السماوة أو في الديوانية على ما أظن، يعني نقل الحالة أنه مو فقط القنابل هي اللي تقتل العراقيين، أكو حوادث رب العالمين يخلقها كما تحدث في أي دولة من دول العالم. البارحة فرنسا طائرا فقدت فجأة أكثر من 200 راكب بيها، قضاء وقدر. العراق هو أيضا مثل هاي الدول تعرض إلى هاي المسائل، فيحتاج لنا ذكاء أنه حتى نعزز الأمن بلدنا ونعطي فد انطباع أنه شلون نخلق من هاي المسائل البسيطة والتقارير، كأن مثلا طالبة تشكو من عدم توفر أماكن للقراءة أو مكتبات ونطلعها قاعدة بحديقة، احنا استعرضنا الحديقة يا با هاي بغداد هيش اكو حدائق، بس والله المكتبات بعدنا وطلعنا المكتبات يعمرون بها يبنون بها. احنا قدمنا حالة واستعرضنا حالة أخرى. شوف يعني هنا يبدو ذكاء عندنا ايضا من المسائل المهمه يا اخوان التقنيات الموجوده اللي هي نانو تكنولوجي. نانو تكنولوجي الان امريكا تنفق اكثر من 100 مليار دولار سنويا على اليمن على هاي التكنولوجيا. هاي التكنولوجيا حقيقه اخر ما توصل الى العلم، يعني بداوا يحقنون ذرات الفحم ويحولوها الى ذرات الماس. هاي النانو اللي هي من معنى قزم، نانو تكنولوجيا يعني التكنولوجيا القزمية الصغيرة، هي مقدارها 90,000 وحدة على مقدار شعرة من شعر الرأس، يعني هذا شعراي مال رأسك بيها 90,000 نانو تكنولوجي. وحدة من ذن النانو تكنولوجي دخلوها في أحد الأعصاب الموجودة عند أحد الناس الضريرين، أعمى، رجل أعمى، هو شنو صار عنده عطب بالعصب مالته بالموصل للسلك، دخلوه صلح العطب ارتد بصيرا، رجعت النانو خرجت مرت اللخ. شنو هاي من تكنولوجيا وهي شنو لا ترى بالعين المجردة. تايلاند الآن تنفق أكثر من 50 مليار دولار على هاي التكنولوجيا سنويا بس على البحوث. العالم بدأ يتوصل. الأول البارحة قريتوا بكاليفورنيا شلون ابتكروا اكبر جهاز لأشعة الليزر قادر ممكن ان طاقه تعادل طاقه الشمس او القنبله الهيدروجينيه. ده تلاحظون يا اهل النصر. تفضل بابا. هسه احنا هذا منا انا عندنا تكنولوجيا جديده اسمها الهاي ديفينيشن. هاي ديفينيشن هاي التكنولوجيا اخر ما توصلت اليها اليابان في تسعينات القرن الماضي، حولت البث التلفزيوني الى عالي النقاوه. طبعا دول الشرق الاوسط لحد الان تعاني من هذه المشكله لانه تكاليف باهظه، لكن الان ظهرت في الاسواق هاي المنتجات اللي تتعامل مع الهاي ديفينيشن ككاميرات وكتلفزيون وكريسيفر. هاي التكنولوجيا اخوان راح تعطي فروقات هائله من ناحيه الصوره ومن ناحية الصوت.
أمانيك التي حققتها ما هي؟ يعني يمكن قلت لك أنا رغباتي كانت في مجال السينما. استطعت فيلم رينبو سترينج ان ذا نور أحقق بعض الشيء، أفلام وثائقية أنجزت، يعني أفلام كلفت بها من مؤسسات عالمية ومنظمات عالمية، ومن جامعة بغداد كلفني وزير التعليم العالي ورئيس الجمهورية في وقتها كان مشرف على اليوبيل الذهبي. أنجزت بعض الأفلام الخاصة لبعض القنوات الفضائية عندما كنت مخرج في الفضائية وفي القناة العراقية أيضا الحالية، وبتلفزيون العراق اشتغلت برنامج المسرح للجميع، واشتغلت برامج نوافذ فنية، برامج علمية أيضا اشتغلت باب الأحلام عن الإنترنت قبل ظهوره وبي تنبؤات، اشتغلت الذخائر عن المكتبة الوطنية، هذه المكتبة الهائلة يعني قبل أن تتعرض إلى ما مع الأسف بعد الاحتلال، يعني أخذت موضوعات عديدة حقيقة، لكن يبقى هو طموحي أنه أخرج فيلم سينمائي روائي. وأنا الآن مع القاص الروائي منير عبد الكريم، الآن إحنا يعني بصدد العفو منير عبد الأمير في صدد أنه أخرج فيلم سينمائي اسمه طيارات. طبعا هذا فيلم بجانب جرافيكس كمبيوترايز تنفيذه، والجانب الآخر راح نشتغل 35 ملم. اتفقت مع الدكتور شفيق المهدي مدير دارة سينما المسرح، والآن يعني التحضيرات أو الاستعدادات لهذا الفيلم احنا دنتهي إلها. طبعا هذا الفيلم ما راح يمثل طموحي الكامل، يعني أنا أتمنى أنه أحقق شيء مثل ما حقق العملاق مصطفى العقاد فيلم الرسالة. هذا الفيلم اللي استطاع أن يغير منهج حياتي كامل، هذا الفيلم اللي انتشر في كل بقاع الأرض وحقق يعني حضور لم يحققه فيلم سابق. يعني أتمنى أنه من الأيام شون عندما انتقل إلى بعد استشهاد مصطفى العقاد وضعوا مانشيت الفيلم فيلم الرسالة على القبر مالته، يعني أتمنى أنه عبد الباسط أيضا بعد عمره اللي راح يقضي في العمل الفني وفي الإعلام وفي السينما أنه تخلد مثل هكذا إنجازات كهذا الفيلم. أنا راسم هاي لكن للأسف لحد الآن قلت لك الظروف اللي مريت بيها والبلد من احتلال إلى حصار إلى حروب إلى يعني هاي حقيقة ما أعطت فرصة حتى للبعض أن يفهم عبد الباسط ماذا يحمل من أفكار، ماذا يريد أن يحقق. الآن أنا عندي مشاريع لديجيتال ميديا للآي ماكس، عندي مشاريع للسينما الرقمية، أنه شلون في العراق نأسس سينما رقمية. لحد الآن إحنا دنعاني من مشاكل كثيرة بالسينما، صالات عرض لا توجد في العراق، كيف أنه يعني نخلق صناع للسينما بالعراق؟ أنت مو بالضرورة تنتج فيلم، اليوم أنا أنتجت أو أستاذ صبح الخزعلي أخرج لفيلم سينمائي أو مخرج آخر، هذا لا يكفي، لازم تكون مؤسسة يعني ديمومتها مستمرة في إنتاج الأفلام. نعم. شلون إحنا نحقق سينما واقعية تحاكي مشاكل مجتمعنا، نناقش بها قضايا مهمة، نقدر نتناول عراقيتنا، بغداديتنا، بصراويتنا، مصلاويتنا، شمال كردستان، كل هالمسائل أريد يعني أخلق مؤسسات، ما أخلق فيلم اليوم أنتجته وبعد 20 سنة عود ننتج فيلم آخر. لا، أنا زرت عدة دول على سبيل المثال الهند أو مصر أو أمريكا. بالسنة تنتج مو أقل من 100 فيلم، العراق مو أقل شيء من هذه الدول. أنا في رأيي العراق على أقل تقدير لازم 25 فيلم بالسنة ينتج فيلم سينمائي. لازم المواطن العراقي يتعشق يستنشق السينما العراقية. صح. إلى متى يبقى يعني حتى لهجتنا تعلمنا المصرية والسورية وبدينا الأفلام الأمريكية، اتغذينا غذاء مو غذائنا، لأنه الميديا الموجودة هي قاصرة للأسف. يعني منظومة سينمائية كاملة
هي تمول نفسها من ذاتها، من ضمن من اعتمد على الدولة. الدولة اليوم مولت لك هذا الفيلم، باكر ما مستعدة تمول لك الفيلم الآخر. يفترض أنه إحنا نصنع جهاز قادر على التسويق، قادر على الإنتاج، قادر على التمويل، قادر على الابتكار، قادر على التواصل مع مثلا الآن تطورات بالديجيتال موفي. شلون احنا نتواصل وياها؟ شلون نغير كاميراتنا؟ هاي الكاميرات اللي نصور بها مثلا لربما اصبحت اولد، الان اكو ابديت احدث، الان ريد اللي هاي ديفينيشن نصور بها. هاي ايضا لازم يكون مؤسسه عملاقه عراقيه تتبنى هذا الجانب. يعني احنا مو فقط عندنا كتاب، عندنا نعم عندنا صباح عطوان واحد من افضل الكتاب ويوازي الكتاب، عندنا بهجه الجبور ذاك فاز بجائزه، عندنا سليم خضير، عندنا مخرجين قاسم حول، عندنا بس هذول كلهم يحتاج لهم منظومه، يحتاج لهم مؤسسات. وانا اعتقد القطاع الخاص هو كفيل لان تستمر هذه الديمومه. يعني اعتقد الدوله ممكن تدعم هذا الجانب، تضع انظمه، تضع شروط، تجعل نقابات، تخلق فرص للاخرين لانه ينخرطون بالسينما. نعم دكتور، هاي مكتبتك اللي تحتفظ بها انواع الكتب. حقيقة هي هاي المكتبة اللي أنا يعني كتبت بها رسالة الماجستير. نعم. ودكتوراه، وقبلها كنت كان دكتور طه الهاشمي يطلب من عندنا تقارير وكأن طلاب ماجستير، وأنا ذكر طالب. نعم. صف ثاني كلية وطالب صف أول، يعني استفادت منها. وطبعا يرجع الفضل لها الدكتور طه، هو اللي حفزني انه اسوي مكتبه. بديت يمكن بعشرين كتاب، ابويا كان كهادي لي كتاب واخويا مطيني كتاب. نعم. وقاموس باللغه الانجليزيه، بديت منها برف، وبعدين بدات تتطور لحد ما يعني اخر ايام اكتشفت انه ماكو امتع من هذا المكان اللي انا بيه. صح. يعني المكتبه هو اهم شيء عندي، فجمعت كل ما عندي، وبعد عندي كتب كثيره يعني ان شاء الله. استاذ نلاحظ هنا اغلب الكتب هي تاليفك لا يعني هي مو يمكن 6 كتب انا مؤلف، بس بها هواي كتب انا درست من عندها، بها بمجال السينما، يعني حتى كو بها مجال يعني مجال كنوز المعرفه. انا حقيقه اللغه الانجليزيه انا مرات تعجبني. التعليم، علم النفس، سيكولوجيا، البرامج التلفزيونيه مختاره، لا هي متنوعه اكثر، حتى يعني حتى معتز بها اكو اسطوانات نادره، مثلا هاي الاسطوانه فيلم الرساله هذا. نعم. مال مصطفى العقاد. صح. هذا انا هذا اللي قلت لك عليه، نفس المانشيت مال الفيلم اللي خلوه على قبر مصطفى العقاد. يعني نتمنى انه احنا عمانه تخلدنا، يعني مثل هذا العمل العملاق الرساله. صح. اتمنى انه في يوم من الايام انه تمنح لنا الفرصه ان حتى ننتج مثل هكذا اعمال. كتبك. نعم. اللي ألفتها سحر التصوير. نعم. وعلمت القنوات الفضائية. نعم. أعتقد أنه هذا يختص بالتصوير. نعم. وهذا يختص بالقنوات الفضائية. نعم. هذا حقيقة هذا الكتاب اللي هو عولمة القنوات الفضائية، هو لربما هو يعني عنوانه عولمة القنوات. بس حقيقة هو يتناول كتابة السيناريو، انه كيف تكتب من العولمة، كيف تتحول الى عولمة دون سيناريست. صح. المخرج ماذا يفعل حتى يعولم الاشياء، يعولم الاحداث، يعولم الشخصيات، يعولم كل الحوارات الموجودة في الفيلم السينمائي او الفيلم التلفزيوني. هذا جانب. هو اخذ عنوان بس يستفيد منه المخرج، او وهو هذا ايضا كتاب اخر عن التشويق، هذا ايضا قدم الدكتور عبد الكريم السوداني. نعم. وهذا الكتاب قدمه الاستاذ فيصل ياسري، وهذا الكتاب عبد الفتاح رياض، هذا يعني علم من اعلام حقيقه الفوتوغراف على مستوى الشرق الاوسط معروف. نعم دكتور، في مجال عملك كأستاذ مبدع، ما هي الأفق التي تطور من واقع الإعلام العراقي؟ أولا احنا بحاجة إلى مؤسسة خاصة بالإعلام تهتم بالعراق كرائد للإعلام. تعرف العراق بلد مهين، يعني يفترض احنا عندنا قمر صناعي خاص بنا. نعم. بدل ما احنا نتعكز على دول يعني للأسف شأنها مو أهم من العراق، ما تمتلك إمكانيات العراق، عندها أقمار صناعية،
احنا الان عندنا اكثر من 40 قناه فضائيه تقريبا. صح. نقدر الان من خلال هاي القنوات الفضائيه بجهد او باخر شلون احنا نستقطبها نخليها كلها تصب في بودقه وطنيه. نعم. احتوائها ضمن قضيه عراقيه. بامكاننا ايضا انه احنا كمؤسسه عراقيه خاصه ان تهتم بالاعلام تنتج مطابع ومطبوعات وملصقات ودار للكتب والنشر والصحف. نقدر نستقطب كثير من الصحفيين العرب. صح. نقدر مثل ما كان النظام السابق يفعل ذلك، كان يغدق على كل الصحفيين العالميين والأوروبيين وبالتالي كانوا يمجدون به، وكانت يعني تذكر أنت يمكن كثير من المسائل صار فيها اختراقات كالمقابر الجماعية ما حد تناولها ما حد كتبها. المؤسسة الحكومية هي قادرة رادعة، يعني ممكن احنا نضع ضوابط إلى هذه القنوات. يعني أنت قناة يعني داخل البلد من داخل البلد تشتم بالحكومة وتسب بالمواطن العراقي وتطلع لك بس المساوئ الشوارع المتهرئة والبنايات المتهرئة وكأنه البلد العراق صحراء جرداء ما بيها لا بيها شارع ولا بيها شجرة ولا بي حدائق ولا بي مدن ألعاب ولا بي مطارات ولا بي جامعات وعلماء ومستشفيات. ما شفنا كل القنوات كانت تطلع فقط الإرهاب، تطلع لك فقط الشارع. حتى مطربين ومبدعين اللي احنا يعني أشهر مطرب بالعراق أغانية للأسف وكأنه مسنودة من قبل الإرهابيين. يعني شوف دائما بكاء وليلى وما أعرف شنو، يطلع لك العراق مأساوي ويطلع عمان أو يطلع لك مثلا سوريا أو يطلع لك دول عربية يطلع جنة على الأرض، والعراق يطلع لك لماذا يا أخي؟ هذا الجواز اللي تحتفظ بيها ممكن مقتبس قصير لهذه الجواز؟ هي حقيقة يعني أنا ما متهيئ يعني ما مجموعة هنا كلها، بس يعني على سبيل المثال هذا جائزة فيلم براءة تحترق، أخذت الجائزة الذهبية بمهرجان الفيوم في مصر، وهذا مهرجان الدولي العراقي للفيلم أخذت عن رينبو سترينج دان مور، ايضا مهرجان عالمي شاركت بدول من المانيا ويعني دول بريطانيا، ايضا هاي الكويت عن افلام سويتها، خرجت افلام في تونس وفي اليمن وفي مصر، ويعني اعمال هي حقيقه كثيره. ايضا جوائز لمؤتمرات يعني ليست هي فقط على الافلام او بال يعني اكو هدايا مثلا درع الصحافه من مراكز او مثلا مهرجان الصحافه ايضا، يعني اكو امور كثيره حقيقه. يعني ما كان يعني الوقت ما اسعفنا بيها نقدمها، لكن هو انا اعتبر يعني الجائزه الكبيره حقيقه انه الله سبحانه وتعالى هداني وانعم علي بعائله كريمه خلقة عبد الباسط اللي هو امامكم، هذا الشخص اللي يعني انتم جيتوا من اجله، هذا حقيقه هذا كرم من رب العالمين. انا اعتبره يعني مخرج كبير يجي بنفسه كاميرات اثنين وسياره ومصورين ومساعدين جيش كامل جاي حتى يسوي لقاء ويا عبد الباسط. انا اعتبره هذا انجاز حقيقه كبير جدا وتقييم عالي من مؤسسه اعلاميه مهمه بالعراق تقيم عبد الباسط. فهي حياتنا جوائز على أعمالنا، احنا قد ما نقدم عمل خير قد ما رب العالمين يكتب لنا الخير، وان شاء الله دائما نسعى للخير. دكتور في الختام، ثمرة جهودك لمن تهديها؟ اهدي ثمرة جهودي الى امي الحبيبة الرائعة الله يرحمها، يعني والى ابي هذا الشخص اللي انتشلنا من 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 الظلمات حتى يسوي عبد الباسط ويسوي عبد الواحد ويسوي اخوي عادل واخوي الشهيد عبد الخالق. يعني حقيقه انا كل جهودي كل هذا لولا ابويا وامي ما ممكن. طبعا ما انسى يعني فضل رب العالمين اولا واخيرا انه هو اللي دعمني دعم كامل، لان ايماني مطلق برب العالمين.
أحبة المشاهدين إلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج مبدعون، نلتقيكم في حلقة أخرى. هذه تحياتي وتحيات المخرج صبح الخزعلي وتصوير أحمد الزرقاني، نستودعكم الله وإلى اللقاء.